اتعرف يا جماعه على البين فريم اليمنت. قلنا البين فريم اليمنت، اي بين فريم اليمنت في 6 ديجريز اوف فريدم، 3 ات ستارت اند 3 ات ايه؟ ات اند، اللي هم يو اكس يو زد ثيتا واي عند ستارت، ويو اكس يو زد ثيتا واي عند لاند. طيب تعالى برضه نتابع الخطوات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الكودنج بتاع الجوينتس والممبرز والكودنج ديجريز اوف فريدم. الجوينت رقم 1 2 3. الجزء ده يا جماعه هو الكانتليفر ده، الكانتليفر ده يعني في منتهى البساطه نحاول الكانتليفر ده او الفريم ده، الفريم بالشكل ده كده. هنلاقي الكانتليفر اللود بتاعه وعزل الزاويه الخمسه. ليه؟ لان اساسا الكانتليفر ده جزء محدد في الفريم ستراكشر. اقدر ايه؟ بس انا احسب الفورس فيه، يعني انت كده كده بترسم مجزومه بخمسه في واحد، فانت عارف مقدار العزل منه. فكده كده الجزء ده محدد عشان يخفض لك ايه المساله شويه وتحل اسرع شويه. حاولنا الفريم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام؟ دي بقى النقطه رقم واحد، دي النقطه رقم اثنين، دي النقطه رقم ثلاثه. تعالى نعمل كودنج للممبرز، ده رقم واحد ورقم اثنين. كودنج للديفيز اوف فريدم ده فريم اليمنت، ده فريم ايه؟ اليمنت. اي فريم اليمنت في السي عند الستارت وفي عند الانت. اللي عند الستارت 0 0 0 ليه؟ لان دي فيكسد سبورت، تمام؟ عند الاند اللي هي رقم اثنين اللي هي بقت لنا كده خلاص. عادي نقطة في البلاي فريم اليمنت فيها يو اكس ويو زد وسيتا واي، يبقى واحد واثنين وثلاثة. طيب بعد النقطة بقى، يعني نقطة بعد الانترميديت رينج، عادي ممكن الرقم دول ايه؟ واحد برضه واثنين، لأنها نفس الانترميديت رينج اللي هيحصل لها نفس الكلمة وزن الاكسبريسمنت. ولكن السيتا مختلفة، هتقول ايه واحد واثنين وثلاثة، هتقول واحد واثنين وايه؟ وأربعة، صح؟ ترجع عند الانتر عند الرينج اللي تحت ايه؟ زيرو زيرو زيرو، مفيش مشكلة خالص. لو انت عملت كده واحد اثنين ثلاثة، وتحت بعد الانترميديت رينج والفيشل مختلف، يبقى واحد اثنين ايه؟ أربعة. بس أنت لو بصيت هنا يا باشمهندس كده تلاقي إن الجزء ده لينك ممبر. ليه ده لينك ممبر؟ ليه؟ لأن أولا أنت عارف تشوف لينك ممبر، أولا هو ستريت ممبر. تاني حاجة الإندز بتاعته أو الباوندري كونديشن بتاعته بين أو هنج كونكشن، تمام. تالت حاجة مفيش أي ترانسفيرس لود، مفيش أي حمل عرضي، وبالتالي هو لينك ممبر. المفروض تشوف اللينك ممبر هو لو ستريت ممبر الانس بتاعته بين وهنج كونكشن زير از نو ترانسفيرس لود، مفيش اي حمل عرضي، وبالتالي هو لينك ممبر. طب ايه اللي هيختلف يا باشمهندس؟ اللينك ممبر ده زي البلين تراس اليمنت مفيش روتيشن، دي ديسبيسمنت في اكس ديسبيسمنت في زد بس، وبالتالي هو مفيش روتيشن. فانت ممكن تخفض الجيز اوف فريدم دي لواحد اثنين فقط، صح؟ صح ولا لا؟ صح. ليه؟ لان اللينك ممبر ملوش روتيشن، بدل ما تحل المساله 4 في 4 تلاقيها 3 في 3. طب وايه اللي مش هو اي لينك ممبر او اي تراس ممبر ده ليه روتيشن؟ مش احنا شرحنا في البلين تراس اليمنت قلنا ليه يو اكس ويو زد بس او يو اكس ويو واي بس، صح؟ ما هو ده كده قصدي الممبر كله ليه الممبر كله هو الممبر ده لو لف يعني عليه مومنت، اللينك ممبر يعني مومنت، التراس يعني مومنت؟ لا المعنى صح، دي هنج ودي هنج، هي الهنج بقى عليها مومنت بس، بيحصل لها دوران عادي، مفيش اكل مفيش روتيشنال ستيفنس او فليكشر ستيفنس اللي هو اللينك ممبر ده او لاي تراس ممبر، تمام؟ فانت بدل ما تحلها 4 في 4 تحلها 3 في 3. لو حد فيك اشتغل على انها 4 في 4 المفروض ان الديفيز اوف فريدم 4 تطلع بكام؟ زيرو، صح؟ يعني انا لو اشتغلت عليها 4 في 4 الروتيشن عند النقطه 4 يطلع بكام؟ يعني النقطه الرابعه دي ما حطهاش خالص. انت ممكن تشتغل عادي خالص واحد واثنين وروتيشن مختلف اللي هو رقم اربعه. ممكن تبقى واحد اثنين ثلاثه زي ما لا لو لا ما ينفعش واحد اثنين ثلاثه عشان لو بس انترميديت رينج قبلها روتيشن وبعدها روتيشن وبالتالي قبلها غير بعدها، فانا عملت هي واحد واثنين نفس الفيرتيكال هوريزونتال ديسبيسمنت ولكن الروتيشن قبل ثلاثه روتيشن بعد اربعه. مشكله؟ طيب ايه اللي خلاني احولها واحد واثنين بس؟ ان انا بصيت على باقي العنصر لقيته لينك ممبر. فلو انا اشتغلت واحد واثنين وثلاثه واربعه تطلع الديفيز اوف فيدر رقم اربعه بزيرو. لو ما اشتغلتهاش من الاول مش مشكله. تمام؟ في مشكلة دلوقتي؟ طيب هكمل بقى الكودنج بتاع عادي والكودنج في ده. تاني خطوة الفاريبل كونديشن تيبل اللي هو في الممبرز رقم واحد الستارت اند بتاعته واحد اثنين عند الستارت الديفيز اوف فريدم 0 0 0 عند الاند واحد اثنين وثلاثة الدلتا اكس بتاعته شوف انا ماشي منين فين من الستارت للاند يبقى خمسة الدلتا زد ب 0 والدلتا زد ال ال بخمسه اقدر احسب ايه؟ السي والاس. لما رقم اثنين
الاند بتاعها اتنين، الستار بتاعها اتنين، الاند تلاته، الديفيزو فيهم عند الستار واحد اتنين، واحد اتنين، وعند الاند زيرو زيرو. ليه؟ لان ده الاند ممبر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تمام. حد عنده مشكله دلوقتي؟ طيب الدلتا اكس بتاعته زيرو، ماليش دلتا اكس، الدلتا ايه زد بسالب 3 اللي انا بستخدم زد بسالب 3 والطول ب 3، اقدر احسب السي والاس. في مشكله؟ خلي بالكم اشارات السي والاس. طيب نكمل بعد كده عادي خالص، اللي هو الايرور ستيفنس ماتريكس. خلي بالك ان كي 1 هو بلين فريم ايرور، فالستيفنس ماتريكس بتاعته كام في كام؟ 6 في 6 6 في 6 0 0 0 1 2 3 ستارت اند ستارت اند. تمام؟ طيب دي اي ودي جي. طيب نكمل عادي خالص، نقدر نحسب البلاير فريم ليمت ستيفنس ماتريكس اللي احنا عارفينها خالص. اي في ايه على ال، انا عندي البروبرتيز بتاعت الطاقه، السي والاس اللي احنا حسبناهم اللي هم الكوزاينز والساينز. خلي بالك جدا من الاشارات، كونا الليمت ستيفنس ماتريكس اللي هي رقم واحد كي 1. واحد مش بنتعامل معاه لانه بيجي كده ايه؟ واحد لا ده فريم. ليه؟ القانون بيختلف، هو مش معنى كلمه بين انه افق، لا هو طالما في فريم وفي فريمنج اكشن يبقى هيطلع عليه نورمال فورس، صح؟ ما تعملوش في ما تعملوش ان كل دي ايلمنت، في مش معناها ان مفيش طيه، لا. فكونا الايلمنت سيرش ماتر قوم رقم واحد 6 في 6 لانها بلين فريم ايلمنت، اما رقم اثنين فبقت بلين تراست ايلمنت او لينك ممبر، فبقت 4 في 4 زي التراست بالظبط. ممكن واحد يشتغلها عادي بقى 6 في 6 يعني 1 2 و4 زي ما احنا قلنا، بس هيطلع معاه في حل. بصوا احنا عملنا هنا طالما ده لينك ممبر وده بلينت راس اليمنت، يبقى الستيف بتاعت الكوره كام في كام في كام؟ 4 في 4. الستارت 1 2 الاند 0 0 وهكذا. هكونها ازاي؟ هكونها زي التراس بالظبط، بلينت راس. صح؟ صح ولا لا؟ تمام. طيب كده كي 1 كي 2 اللود فيكتور، خلي بالنا من الاشاره بره. اللود فيكتور عند ديجريز اوف فريدم اللي هي عند 1 و2 و3 يمثل ايه؟ 1 بتمثل حركة افقية، حركة افقية يعني يقابلها اف اكس، هل في اي كوف اكس؟ بزيرو. اثنين بتمثل الحركة الرأسية اللي هي زد، في اي كوف زد؟ ايوه سالب خمسة، صح؟ انتوا حافظين؟ سالب خمسة. طيب الثلاثة بيقابلها ثيتا واي او ام واي، في عزل؟ ايوه مقداره كام؟ سالب خمسة. خلي بالكم جدا من الديسبيسمنت يقابلها فورسز ايه، وتخلي بالكم جدا من الاشارات، عشان ده اللي بيفرق. ممكن الكلام ده يكون صح، مش عارف منك كتير ولا حاجه. تمام؟ طيب كي جلوبال انا عندي دلوقتي توتال ديجريز اوف فريدم 3، وبالتالي الديجري بتاع الديجريز بتاع الكي جلوبال كام في كام؟ 3 في 3 يبقى 1 2 و3، 1 2 و3 هنجمعهم ازاي؟ زي ما احنا عارفين 1 و1. حصل على البي 1، البي 1 دي كده جلوبال، عاوز احولها للوكال، يبقى اضرب الترانسفورميشن ماتريكس بتاعته في الجلوبال. هو الترانسفورميشن ماتريكس ازاي؟ بتاعت كي 1 اللي هو ممبر رقم 1 ده بلين فريم ايلمنت اللي هو سي اس 0 سالب اس سي 0 0 0 1، هم نفسهم هنا هنا اصفار وهنا اصفار. السي والاس بتاع الممبر رقم 1 تعالى نحسبهم، السي بكام؟ بواحد. 5 على 5 بواحد. الاس 0 0 على 5 0 طبعا خلاص. طب الممبر رقم 2 السي بتاعته كام؟ 0 سالب 1 والاس سالب 1. الممبر رقم 2 خلي بالكم من الترانسفورميشن ماتريكس بتاعته زي البلين راس ايلمنت زي سي اس 0 0 0 0 سي اس. كده احنا خفضنا الحل شويه، كل واحد كان يشتغل بلين فريم الاول يعني 1 2 4 0 0 0. في مشكله؟ طيب بالطريقه ديت معانا تي 1 وتي 2 نقدر نحول الجلوبال فورسز لوكال فورسز. بعد ما اعمل كده اقدر احصل على الفورسز في العناصر. يبقى العنصر ده القوة اللي تطلع لي هنا هي عبارة عن القوة اللي تطلع لي هنا هي عبارة عن نورمال شير مومنت عند الستارت وعند الاند. القوة اللي تطلع لي في ده كده في بي 1، في بي 2 هيبقى تي 2، في بي 2 هيبقى عبارة عن ايه؟ نورمال بس ونورمال بس اللي هو عند الستارت وعند الاند، يعني في يا اما تنشن يا اما ايه؟ كومبريشن. القوة هنا هتبدا تطلع على الكومبريشن. ايوه. القوة هنا ايه؟ كومبريشن. هيطلع عليه كومبريشن فورس لانه معمول اساسا. تمام يا باشمهندسين؟ عمود وفي اقسام، في عمود وعليه لود فيرتيكال، فاكيد القوة اللي بتطلع في العمود ده ايه؟ كومبريشن فورس.
بلاش مهندس مش في الامتحان ممكن مثلا يقول لي عايز فورس مثلا في الميبر كده ده سؤال لوحده صح عشان ممكن احلها ب لا باي حاجه بتاعتك في حد عنده مشكله بس كده احنا شرحنا يا جماعه الفريم فريم اليمنت والبيك اليمنت البيك اليمنت هو حاله مختصره للفريم اللي هو بيطير فيه اكسل انفورميشن تمام طيب السكشن الجاي ان شاء الله احنا دلوقتي كل شغلنا على الكونكريت دوتس بس السكشن الجاي مش موضوع الديسكريت دوتس بس متر والانسمتر حد عنده سؤال؟